بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل أن نبدأ بدرسنا لليوم، ندرس مسألة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كان سؤالا طرحنا قبل أسابيع، وطلبنا من الإخوة والأخوات أن يدرسوا هذه القضية في ضوء كتب التفسير والعقائد. فأنا أطرح ما يكون في فهمي ورأيي المتواضع، لا أقول هذا 100% هو حق، بس فكرة، أطرح هذه الفكرة. طبعا بعد الدراسة، بعد التفكير، بعد التشاور، ولكن لا أستطيع أن أقول هذا هو الحق. القرآن الكريم يشير إلى رجوع كل إنسان إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، وإنا لله وإنا إليه راجع. وهذه مسألة واضحة، طبعا لحد الآن يحتاج إلى الدراسة، ولكن واضح رجوع الإنسان إلى الله يوم القيامة والمحاسبة وكل شيء. ولكن بالإضافة إلى ذلك، القرآن الكريم يشير إلى رجوع أي شيء موجود في هذا العالم إلى الله سبحانه وتعالى، ليس فقط إنسان. إليه المصير، إلى ربك منتهاها، إلى الله تسير الأمور. فكل شيء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وبما أن هذه الأمور ليست أمورا لديها مسؤولية وقوة الاختيار، فهذا الرجوع لا يمكن أن يكون مثل رجوع الإنسان، نعم، هذا الرجوع العام يجب أن يكون شيئا ينسجم مع كل شيء، حيوان، نباتات، أشجار، جمادات، كل شيء يرجع إلى الله سبحانه. والإنسان في الواقع يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بطريقين، بطريق خاص بالإنسان وبطريق مشترك مع كل شيء. سؤالنا كان حول هذا الأمر الثاني، ما معنى رجوع كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى؟ ربما أول شيء يخطر بالبال هو أن الأشياء تفنى، ولكن قلنا هذا ليس معنى الرجوع إلى الله، لأنه إذا تفنى يعني يصبح أصبح حالا، يعني الآن موجودة بعد فناء يعني ليست موجودة، فلا يمكن أن يكون المعنى أنها تصبح معدومة، يجب أن يكون شيء آخر. ولكن لا يصل إلى مستوى إذن المحاسبة والجزاء والعقاب، لأن كثير من هذه الأشياء ليست لديها المسؤولية اختيار وكذا. فأنا في رأيي هذا الاقتراح أقول كل شيء يوجد في هذا العالم بعدما
يأتي إلى ساحة الوجود بعدما يخلق، يكون فيه وجهان، يكون فيه وجهان، وجه مع الله، وجه معنا. نعم، كل شيء ذو وجهين. وجه ملكوتي يواجهون به الله سبحانه وتعالى، وجه ملكي يواجهون معنا. ربما هم ليس لديهم صورة ملكية فأصلا لا يواجهوننا، يصبح من الغيب. مثلا الأرواح بعد رحيلها من هذه الدنيا ليست لديها صورة ملكية فنحن لا نراها، أو الملائكة نحن لا نراهم إلا إذا يتمثلون، فتمثل لها بشرا سويا، ولكن إذا هم بشكل عادي لهم ليسوا مرئية لنا. فإذا لديهم وجه ملكي، صورة ملكية، نحن نراها. إذا ليس لدي صورة ملكية يصبح من الغيب، صحيح؟ هذا حالهم في الدنيا، يعني في هذه المرحلة. حينما أقول دنيا أقصد هذه المرحلة، لأن الملائكة ليس لديهم دنيا والآخرة، الدنيا والآخرة لنا. الملائكة لا يمرون بهذه المراحل، لنا دنيا والآخرة. فحينما نحن في الدنيا هذه حال الأشياء وحال الملائكة والأمور الغيبية. ومن المحتمل جدا أن يرى إنسان هذا الوجه الملكي أو هذه الصورة الملكية للأشياء ولا يرى صلتها بالله سبحانه وتعالى. الآن مثلا الماديون يرون الإنسان، يرون الأشجار، نباتات، حيوانات، ولكن لا يرونها متصلة بالله سبحانه وتعالى. إما يتصورون هذه مستقلة عن الله سبحانه وتعالى، أو في بعض الأحيان يتصورون هذه هي آلهة يعبدون هذه الأشياء. مثلا إذا هناك مثلا تمثال، نعم، من الخشب أو من الجاس أو كذا، يأخذونه صنما. يعني ليس فقط لا يرون أنه متصل بالله ومخلوق لله، أصلا يعبدون هذه الأشياء أمور. فهذه الأشياء حينما هم في هذه الحالة لديهم إمكانية أن يظهروا أنفسهم كأنهم مستقلين. هذا واضح؟ لا. ولكن في الصورة الملكوتية ليس هناك أي احتمالية أن يرى شيئا مستقلا من الله سبحانه وتعالى. كل شيء في الواقع يسبح الله سبحانه وتعالى ويحمده في الصورة الملكوتية. إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام كان موفقا من قبل الله أن يرى الأشياء في حالتها الملكوتية. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. فالإنسان الذي ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض لا يمكن أن يرى السماوات والأرض من دون الله سبحانه وتعالى.
ولكن الإنسان الذي ينظر إلى السماوات والأرض ربما يؤمن بالله، ينظرون في خلق السماوات والأرض يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، وربما ينظر إلى السماوات والأرض وأصلا لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يتصور هذه نتيجة صدفة، نتيجة التفجير وكذا. صحيح؟ نحن علينا دائما أن نربي أفكارنا على الأقل، وقلوبنا مع أفكارنا على الأكثر، حتى نتجاوز هذه الإثنينية. يعني إذا نرى أي شيء في هذا العالم يجب أن ندرب أفكارنا عن طريق الأدلة، وقلوبنا عن طريق الشهود، حتى نرى في هذه الحالة في الدنيا اتصال هذه الأمور بالله سبحانه وتعالى. في الدعاء ورد اللهم أرنا الأشياء كما هي، نعم، يعني كما هي، كما هي يعني كما هي هي لك، لا كما هي لنا، لأننا نراهم. خب، هذه عملية عقليا وقلبيا قلما تحدث في الدنيا. ليس كل الناس مثل إبراهيم ومثل مثلا أمير المؤمنين يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. أكثر الناس في حالة تواجد في الدنيا لا يستطيعون أن يتجاوزوا هذا الغطاء، وينظرون إلى هذه الأشياء من الواجهة الأخرى، نعم، فيرون انفصالا بين هذه الأشياء وبين الله سبحانه وتعالى. هذه مشكلة فينا ومشكلة فيها في الأشياء. مشكلة فينا لأننا بسبب ابتلائنا بالدنيا وبسبب عدم تدريب عقولنا وقلوبنا، نحن أصبحنا يعني صغارا في الفكر والفهم والمعرفة، نعم، نحن مثل الأطفال، ربما أسوأ من الأطفال. حينما يأتي إلى درك الحقائق في العالم نحن لا نعرف كثير من الأمور. أمير المؤمنين يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، ولكن نحن نرى أشياء ولا نرى الله قبله وبعده ومعه. كم من فرق؟ فرق كبير. هذه مشكلة فينا، ولكن نستطيع أن نقول هذه أيضا مشكلة في الأشياء. هذا مسألة مهمة جدا. هذه مشكلة في الأشياء أيضا. كيف؟ أولا هنا ما أقول هذه مشكلة في الأشياء لا أعني مشكلة أخلاقية، لأن الأشياء ليست مسؤولة، ليس عندها اختيار، بس هذه شيء من الذنب التكويني. يعني الأشياء حينما تأتي إلى عالم الدنيا كأنها تنفصل معرفيا عن الله سبحانه وتعالى. حينما يكون شيئا في حالة يعطيك المجال أن تتصور أنه مستقل عن الله، هذا كأنه ذنب، ليس ذنبا بالمعنى
مصطلح، بس يعني شيء من المشكلة، تمام؟ يعني شيء من التنزل. كانوا مع الله وما كان إمكانية لأي شخص أن يراها منفصلة. الآن كأنما ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى، أصبح شيء من الانفصال، لذلك يمكن أن نحن ننظر إليها ولا نرى الله سبحانه وتعالى. هذه مشكلة تزول في يوم القيامة، كل الأشياء تصبح ذات وجه واحد. لا يمكن لأحد، مؤمن أو كافر، صغير أو كبير، أن يرى شيئا منفصلا عن الله، لأن يوم القيامة يوم ظهور ملكوت كل شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليس هذا فقط للمؤمن، مؤمن كافر كلهم يرون الملك لله الواحد القهار. فهذا معنى رجوع الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الرأي المتواضع، ولكن كما أقول لا أقول 100%، ولكن ما وجدت يعني شيئا يتنافى مع هذا أو يكون أحسن لحد الآن. ربما هناك أشياء أنا ما وجدت، بس فكروا حول هذا ونرجع.